سلام دكتور. سؤال أيضا وردنا على القناة. كل السلام لروحك أستاذ. عندي سؤال، كيف يكون الله في الأرواح الشريرة؟ وكيف لي أن أحبها وأنا أكتوي بنارها؟ والله قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والقرآن مليء بآيات مثل الله لا يحب المسرفين وهكذا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كيف أرى أن الله يحبهم؟ شكرا. بسم الله. بسم الله نبدأ، لأنه الله ليس عقيدة فكرية نعتقدها، ولا هوى نظن ولا تخمين. الله نظام لا نهائي القدرة، لا نهائي العظم، لا نهائي الوجود، لأن الكون أيضا ما إله نهاية ما دام في توسع. فالمنظومة الإلهية ليست مفصولة عنا، بل هي متغلغلة في كل الوجود وخارجة عنه بنفس الوقت، يعني موجود ومنزه عن الوجود. إذا بتطلع على القوانين الكونية الهرمسية السبعة، بتلاحظي أول قانون هو العقلاني، أي أن الكون بكل تعدديته معقول، أي مربوط بنظام أحدي، بعقل واحد، بمفهوم شمولي واحد. هي لتنزيه الخالق صار مبدأ العقلاني، وكأن الله خلق البيضة الكونية أو بذرة الأكوان، فكان الخلق، كان الخلق من خلال سريان وجود، موجة ضدية لموجة العقل، فبدل ما يكون الخط مستقيم صار في تيار متناوب طالع نازل، صار في ليل نهار، صار في ما تشاهدينه من أشرار وأفعال شريرة. فكيف بدك تشوفي الله خلف هاي الأشخاص؟ كيف بدك تشوفي رب العالمين فيهم؟ كيف بدك تحبيهم؟ أولا، النظام الأحدي أحدي بذاته، شاهد أبدي على أحداث الحياة. نحن نخلق أقدارنا بأفكارنا، بمشاعرنا، بأعمالنا. نحن كائنات قطبية بشكل عام، فينا جسد مادي اسمه بالسنسكريتي شرير، الشرير هو نفسه إبليس. إبليس مش خارج ذاتنا. وفي عنا الروح، الروح هم مثابة العقل الشامل، بغض النظر شو في موجودات بينهما. الآن نحن مكون مادي ومكون روحي. كل ما ارتكب الإنسان أعمال شريرة وصار في عنده موجة من طبائع الضد، بيسموها كراهية، حقد، فتني، حسد، طمع، استياء، هذه الصفات النفسية السلبية اللي بسببها بيكون في ظلمة بالنفس، وفي جهل بالحقيقة الكونية العليا، في جهل بالموجة الأحدية، بتأشكل على الإنسان، بتخليه يشوف بعينين مزدوجتين، بصير يشوف خارجي وداخلي. الداخلي بالقوانين الهرمسية أيضا، الداخلي ينعكس على الخارجي، أي كل شيء علوي في له مسقط سفلي، قانون المطابقة، تناظر، كل شيء بالأعلى موجود بالأسفل. فمشان فهم هذه القضية علينا العودة للداخل، ما نشوف الأحداث الخارجية. بداخلك أنت كروح، كوعي روحي، ما في غيرك بالوجود، لأن الروح أحدية. لما منقول عادت النفس لذاتها، أي لعقلها، أي لروحها، لجوهرها، وبالتالي عادت للموجة الأحدية فيها، ما عاد في غيرها. يعني وقفوا كل هالناس، هذول نظرة خارجية، نتيجة شو؟ هذه الأداة اللي اسمها شرير أو إبليس، بصير في حواس، بصير في نظرتين خارجية وداخلية، عالم تعددي، منشوف الآخرين وكأنهم مفصولين عنا، ومنشوف نحن أنا مستقل. الآية القرآنية اللي تفضلت فيها أساسها ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، من ما يعني في تسوية ربانية للنفس، ف
فألهمها فجورها وتقواها، يعني فيها طبعين، طبع عقلي وطبع ضدي، يعني طبع خير طبع شر، طبع نور طبع ظلمي. هي نفوسنا بالعالم المادي، صار في ازدواجية بالنظرة في عالم خارجي وفي عالم داخلي. الشرير اللي عم يرتكب هاي الحماقات اللي عم تشكل علينا وكيف بدنا نقدر نحبه، هذا اصلا عم بيمثلنا، ما تواجد بساحتنا الحياتية غير انعكاسا عما بانفسنا. فنحن ما دمنا عم ننظر بذوات الانفصال وكأنه الله منظومي منفصل عنا وما عم نشوف إرادته في كل الخلق في كل الموجودات، حتى خلف الظلم وخلف السالب وخلف الكافر وخلف الشرير، إذا ما عم نشوف في إله إرادة بهذا الشيء، طبعا إرادته خيرة مساندة لكل هالوجود، ولكن أفعال الشرير من نفسه هو اختار أنه يكون بموجة هابطة. أما في إرادة إلهية لم يتواجد هذا الشرير بساحتنا الحياتية إلا ليعطينا رسالة تلهمنا جمال العودة للداخل للروح الواحد، جمال العيش مع الإلهية حقا. شو الإلهية حقا؟ هي المحبة لا مشروطة. ولما نقول محبة لا مشروطة مما يعني أنا كنفس مسواة بالوعي الإلهي سأزكيها بأن أجعلها تتناغم مع الموج الأحدي، فأرى إرادة الواحد الأحد خلف كل موجود، أكان كافرا أم مؤمنا، شريرا أم خيرا، سالبا أم موجبا، سأسمح بوجود كل المعتقدات كل الشخصيات، سأسمح بمن يمتدحني ومن يذمني على السواء، سيتساوى بنظر الذهب والحجر والمسرة والألم والنجاح والفشل والولادة والموت، فينمو الوعي فيا لأصبح بوعي الحي الذي لا يموت. لأن الحي الذي لا يموت موجة أحدية فوق الزمان والمكان، نحن سقطنا لأن النفوس ساقطة في عالم الزمان والمكان، صرنا نشوف بالتصوير البطيء أشخاص وأحداث. هذه الأشخاص والأحداث ونحن نؤمن بالله وإرادته الواحدة في الخلق وإرادته الخير لنا ولنمونا، فمما يعني أننا سنرى إرادته في كل الموجودات، يعني حتى خلف الشرير، حتى خلف ذلك المؤذي الذي قتل فلان وسرق علان وتكلم كلاما سوءا. نعم، لأنه اختار فلنفسه ما اختار، فهو سيصبح بموجة هابطة وسيصبح إبليسه النفسي هو السائد، وبالتالي بيصير بوعي جسداني فوكأنه ميت خشب مسندة. أما اللي عم ينشد وعي الروح اللي بده الموجة الإلهية رح يعمل فصل بينه وبين هذه المشاهد، هو يسمح بوجود الأشخاص، يسمح بوجود المعتقدات، يسمح بوجود المتطرفين والأشرار وكل الأعمال، يسمح لأنه أصلا كان سمح ولا ما سمح مش بإرادته عم تكون، هو يسمح لأنه مع الإرادة الإلهية. أما في حاجز طاقي بينه وبين أفعال الآخرين ألا تلوثه، شر الشرير لن يستطيع الدخول، حقده حسده كراهيته ما رح يستطيع. ليش؟ لأنه أنا مع الموجة الإلهية مع المحبة اللامشروطة، وبالتالي ما رح أفقد صفو السلام ومحيط النعمة الإلهي وهذه الغبطة وهذا الاتساع بأن أهدر هي الطاقة الخلاقة، طاقة العقل الواسع، بأن أسمح للحقد أن يدخل أو الحسد أو الفتنة أو الاستياء، مما يعني أنا أعيش جنة السلام، السلام المؤمن المهيمن، مما يعني أنا والموجة الإلهية بتناغم، وهذا أحد القوانين الهرمسية، التناغم، الاهتزاز، الاهتزاز كل شيء يهتز بالوجود في عالم تعددي، ولكني مع الموجة الأحدية. لما مع الموجة الأحدية نجحت في هذا الاختبار في هذا العالم
أصلا نحن كائنات روحية نمر بتجربة جسدية، وإلا فلما الاختبار لو كل الناس أخيار؟ الاختبار بمبدأ السيد المسيح: أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم. سبب لهم خيار الخاص، هم أحبوا أن يلعبوا في مسرح الحياة الظاهر دور الشرير، دور الشخص السلبي، وبالتالي أنا لن أسمح بهي الموجات السلبية أن تدخل بي، بل أسمح بوجودهم، أي أقبل بوجودهم كرسالة تبين مدى جمال الأبيض ونقاء النفس. هن رح يكون السبب بعودتي للداخل للروح، وما جرى من أحداث وحروب جمعية هي رح تكون سبب لعودة النفوس المستحقة لذواتها. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لأنه اللي عم يعمل عمل فاسد عم ينفصل عن الله بسبب فقدانه للروح، ويصبح وكأنه شبح بلا روح، وكأنه إبليس بهذا الوجود. كل ما صار كثيف مادي يعيش على سطح الأرض مدة زمنية قيل عنه بالذات: إنك ميت وإنهم ميتون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لأنه الإصلاح يكون بالموجة الإلهية. الله لا يصلح عمل المفسدين، عم بيكون هون الفهم لهي الآية بشكل خارجي وكأنه الله مفصول عنا. نحن الآن كائنات روحية نمر بتجربة جسدية، يعني نحن إلنا كينونة وجود أناني بالوجود الأرضي بالعالم هذا، فنحن مفسدون من حيث لا ندري. أما إذا صرنا بالموج الإلهي، نحن نصطلح بنفوسنا بالموج الإلهي. الله مش مفصول عنا، الله مش كيان رح يحاسبنا بشكل منفصل. نحن الآن إذا اخترنا العودة الحميد، الوعي الإلهي فينا يصلح نفوسنا، ونصير نحن من خلال وعينا لله وكأننا بالموجة الإحادية، وبالتالي نحن بصلاح. أما الفساد عم بصير بسبب الانفصال عن الموجة الإلهية، فاللي اختار الانفصال هو اختار أعمال شريرة فانفصل، ابتعد عن المصدر. هذا الابتعاد بشكل طبيعي هو اختار، والله شاهد على أحداث الحياة وعدله بالتخير. الإنسان اختار الانفصال فليكن، أنا خلق لك أكوان وخلق لك قوانين، أنت عم تحب الانفصال فليكن، فعملك إلك. الله لا يصلح عمل المفسدين، ليش؟ لأنه اختار هو البعد، اختار أنه يلحق الظل. أما اللي عم يرجع لله بذاته فعم يقبل منه هالشي، لأنه كينوني متغلغلة مساندي، هو مساند السالب والموجب. نحن بمسرح الحياة، اللي عم يختار الدور السالب عقوبته منه وفيه، هو عم يخلق جهنم البعد، نيران الهجر، هو عم يخلق يباس العود. فمين اللي عم يتعرض للحرق بنار الجهل، نار عالم الثنائية؟ الإنسان الفاسد فأعماله لنفسه، وبالتالي مين اللي عم يرتفع لسوية العرفان وجنة الوعي؟ الإنسان اللي دوماً عم يشوف إرادة إلهية خلف الأحداث. الله لا يحب المسرفين، يعني الله لن يقترب بموجته الأحادية من إنسان مسرف، لأنه هدر طاقته. لأن أنت لما ما بتسرف بالعناصر الخمسة، لما بتحتفظ بطاقة الحياة فيك، لما بترتفع سوية الطاقة بكل المستويات، بتصير أهل لأنك شو؟ تنسجم مع الموجة الإلهية. أما الله لا يحب المسرفين، لا، الله محبة لا مشروطة. الله لا يحب المسرفين أي أن الموجة الإلهية لن تقترب من المسرفين، كل ما أسرفت كل ما ابتعدت. الله لا يحب المسرفين يعني ما في إله النصيب بالإلهية المسرفين، ما إله النصيب بالإلهية المفسدين. فالفكرة إذن بدها قليل من التأمل، فالله مش كينوني عم تحاسبنا، نحن عم نحاسب ذواتنا من خلال قانون الكارما الجبار اللي هو قانون عقل كوني. هذا القانون أعمالنا بتنرد إلنا وسيئاتنا علينا،
بتأدي لهذا البعد. فمع ذلك تحتاج القضية إعادة وتأمل، لأنه الموضوع الإلهي هون عم نعتبره كائن منفصل عنا، الله غير منفصل. كلما انفصلنا عن الله، كلما انفصلنا اعتقاداتنا، برمجياتنا، أعمالنا، كلما أصبحنا بجحيم الجهل، وكلما اقتربنا حقا أصبحنا بنعيم العقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.